مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم في قصة نجاح جديدة لشاب وسيم. اسم عمو سمى، اسمه وسام الحلو، رح نتعرف عليه مع بعض. مرحبا وسام، أهلا وسهلا فيك في قصة نجاح جديدة. أهلا فيك. مش قصة نجاح، أهلا فيك. نتعرف عليك، كيف الجمهور رح يعرف من هو وسام الحلو؟ مرحبا، أنا اسمي وسام الحلو، من مدينة دمشق. صار لي تقريبا 7 سنين ونص بالنمسا. اجيت دايركت على فيينا وابتدينا من هون قصة جديدة بالحياة، جو جديد، لغة جديدة، معارف ما في، أصدقاء ما في، حتى أقرباء ما كان في وما زال. وابتديت قصة هون فعليا، قصة جديدة. يعني بلشت بالنويمنت اللي شو اللي حطوني بآخر صف، كان يمكن فيرت كلاس الصف الرابع. قالوا لنا انه هون بما انك انت جاي جديد، كنت بالحي 23، بما انك جاي جديد على بلد فلازم انه نحطك اول سنه مثل تمهيدي لتاخذ انت على منهاج، مشان تاخذ على منهاج الدراسي الجديد، اللغه الجديده. حتى وكان في ناس مختصه للاجئين او للمغتربين. بدأت من هنيك، بقيت سنة هونيك تقريبا بالنوع مثل شو هي بالحي 23، ومن بعدها طلعت سنة كمان على مدرسة اسمها أكاجي، كانت جمنازيوم اللي هي أنتون كريغا جاسي. كمان بقيت هونيك تقريبا سنة، ومن هونيك طلعت درست بكالوريا بعدين بمدرسة خاصة لظروف معينة صارت، الحمد لله الله وفقنا ونجحت وطلعت. بلشت بالجامعة بعد الدراسة، طبعا بين فترة البكالوريا وفترة الجامعة هون كان في شغل، هون بلشت بموضوع جديد تماما، بلشت اشتغل لحالي، عملت شهادات الحمد لله ألماني، وصلت عملت لسي انز 2، ساويت انا هيتا، كانت اجتني منحة جامعية من الأونيفين لأعملها بشبراخن سنتروم، كمان بشوتنتو تقريبا كان بالكامبوس، والحمد لله يعني هيك الله وفقنا واخذت السي ان 2. ما فيني اقول لك انه كانت سهله، ما فيني اقول لك انه كانت صعبه، ولكن الظروف تهيئت لي لانه تكون بالنسبه لي معتدي، يعني بين البينين فينا نقول انه ما كانت صعبه وما كانت سهله. اساس دراستك بسوريا يعني انه تعرف تحكي انجليزي صح؟ ايه الحمد لله. فهي احد المساعدات اللي ساعدتك تماما، يعني انا كانت الانجليزي بالنسبه لي او سبب انه كنت شاطر فيها شوي، ما بحب علي، فكانت هوايتي هي علم الوالد الاي تي وكذا والبرمجيات وهيك، فكان الامر بالنسبه لي انه في عندي باك جراوند عم بشتغل عليها. تمام. والحمد لله لما اجيت لهون ما اختلف كثير، يعني بين الاحرف والقصص كلياتنا دارسين بالمدارس وجايين، يعني بتعرف انت المنهج السوري صحيح وصعوبته. والحمد لله لما اجيت لهون كنت بالمدرسه او حتى بالكورسات او مراحل متقدمه، الحمد لله الامور كانت دائما بالسليم فينا نقول الحمد لله. بلشت طبعا مثل كل الناس كورسات، بس كانت شوي مختلفه لانه انا باساس انه كنت بمدرسه، ومن المدرسه طلعت حبيت طور حالي بشكل مثل ما بيقولوا باراليل، انه متساوي، انه اطلع انا من المدرسة أو بعد المدرسة فينا نقول، طلعت 3-4 أيام بعد المدرسة على كورسات معينة، مثل كان في إينس كامبوس وهيك كويس، بعض الكورسات كويس، وبادرت بلشنا من هون فينا نقول إن انطلقنا يعني باللغة. الشيء اللي لما ذكرت إنه في كان بعض الحالات أو الظرفية هي اللي ساعدتني باللغة، طبعا هذا الشيء ما بدل، مو معناها إنه اجتني ظرفية أو خلقت ظرفية لإلي اجتني هيك على البارد مستريح، أكيد لا. اللي صار انه انا بيوم من الايام كنت عم بدرس بالمنحه اللي جايتني بالاونيفين بالشبراخن سنتروم بالكامبوس، ففي قدامنا جامعه اللي هي الاورينتاليستيك اللي هن بيعلموا اللغه العربيه للناس الاجانب، كويس ارابيسكا اورينتاليستيك اسمها. فطلعت انا ما كنت بعرف، يعني قريت اورينتاليستيك انه استشراق صار عندك هيك، تمام، حبيت اني فوت، فتحت الباب فتت لجوا، لقيت انه في مكان للناس تدرس هيك على جنب، ومكتبه ضخمه حلو. فانا عم فوت لجوا عم بقرا انه في عربي، في يعني في عناوين عربيه، تمام،
انه صار عندي مثل اهتمام لاني فوت شوف اقرا شوي. فتت شفت والله عجبني الجو. بعدين في قاعه قبل المكتبه بالضبط عباره عن تقريبا 5 طاولات لكل الطلاب ينزلوا مثلا يدرسوا هون. هم ممكن يحكوا المكتبه في اماكن للدراسه ولكن بدون حكي. انا هون هاي النقطه هي اللي هي يعني المحور هي اللي خلتني اتعلم اللغه او صارت سلسله لي. ومن هاي النقطه كمان بنيت سلسله معارف حلوه. انا كنت قاعد ما كان في حدا ظاهر انه كان في عندهم محاضرات او شيء. فقاعد عم بقرا عم بكتب كان عندي وقتها كورس فقاعد عم بكتب انا وكذا. فاجوا طلاب بلشت اسمع نازلين نزلوا قعدوا عم يكتبوا وعم مدري شو عم يحكوا من بين بعض. فعم يحكوا عم يحاولوا يحكوا شامي. فانا هون هن انا متعلموا اللهجه الشاميه. هن اوروبيين نمساويين عم يحاولوا انه يتعلموا اللهجه الشاميه. فانا لا تلقائيا اجتني الضحكة ما قدرت امسك حالي تماما. نفس الشيء لما بيصير عنا بعض الحالات انه نحن نحكي الماني ويجي النمساوي ما بيقدر يمسك حالي بيضحك او بيبتسم. هو الموقف كان طريف يعني في زرافة. عم سألوني قالوا لي انه حضرتك ليش عم تضحك؟ عم قلت لهم انه بعتذر كثير انا مالي قاصد شيء يعني نسألكم ولكن الموضوع انه شيء بالنسبة لي يعني جديد اول مرة بسمع واحد اجنبي عم يحكي عربي. وفعلا صار الموضوع بلشت هون تعرفت على ناس كثير. لما تعرفت على بعض من الناس حاولت اني اقدم مساعدة لهم باللغة العربية. انه انا اكون مع العلم انه انا مالي شاطر كثير باللغة العربية ولكن اللي الشيء اللي عم ياخده اي شخص يعني تماما اي شخص موصل البكالوريا العربية ممكن يقدمه بسلاسة. ومن هون الحمد لله بلشت اني اخذ جروبات وتبلشت القصة مثل معي مثل تاندم بدال بارتنر تاندم جروبة. يعني صار ما عندي شخص صار عندي جروبات. برافو. ويوميا ننزل انا حاكيهم الماني عربي وهم حاكوني الماني وصارت القصة كثير حلوة بالنسبة لي. وصار في عندي مو بس اهتمام صار عندي دافع على انه شو على انه انا اتعلم هاللغة لاقدر كون لاقدر اتحاور اكثر مع هدول الطلاب. برافو. لانه صار في فعلا حوارات وصار في احاديث كثير كثير حلوة بيننا وبين مثل اي شاب واي حدا. ايه والحمد لله من هون بلشت انا. طيب هون سؤالي وسام انت لما قابلت هيك ناس اوروبيين نحكي شعرت انه في شيء تميز او حسيت انه نظروا لك انت نظره غير يعني جميله ما بتشعر انه ما بتنسر فيها بس انه فعلا انت مميز عنه؟ ابدا بالعكس حسيت حالك واحد منهم. انا لما احساسي كان بهداك الوقت انه انا ببلدي وهن عم يتعلموا لغتي. اوكي برافو. يعني كان احساس كليا غير. وعدا عن ذلك انه الناس او الطبقه من الناس الفكريه اللي موجوده هوني هي حدا ما له عنصري. اوكي. حدا عم يتعلم لغتك، حدا حابك، حدا عنده اهتمام لك بغض النظر شو الاهداف ولكن عنده يعني هو جاي لما بالنهايه عم يتعلم لغتك ليحاكيك ليتواصل معك. تماما. فاوريدي ما في شيء اسمه كان عنصريه بهذا الموضوع الحمد لله. يعني ما واجهت كثير امور عنصريه ما واجهت كثير ولكن واجهت وبتصير يعني باي بلد. طيب اسم رح ناخذ فاصل ونرجع. اهلا وسهلا. لبكي يا بلبكي على زمن صارت فيه الخيانة حلالا تراب الوطن غالي من أبي وجداد نفدي بدم القلب ونرفع رايات وجداد يا بعلم وليدك عالوفا يطلع الحفيد لجداد يا بسوري يا أطهر أرض وعن حب ما بخلان يا ويلي الدهر غدار من عمري ما ترجيم دفع عبير عديارك ما ترجيم قال يا وسام إذا بمحبتي بدك
مترجم اسأل قلبك خد منه الجواب يا ويلي. أسامة، بدنا نعرف أول إنجاز أثبتت فيه وجود وسام في النمسا. هلا أول إنجاز لي كان كإثبات لشخصيتي أو لشخصي بشكل عام، كان إنجاز اللغة. اللغة تمام الحمد لله. إنه بفترة بسيطة طبعا أنا اللي هي لا تتجاوز السنتين. السنتين الحمد لله كنت موصل للسي انز 2، انه سي انز كومبليت كنت مخلصه الحمد لله وبالجامعة. فهذا الشيء كان بالنسبة لي انجاز شخصي اللي انا اعتبرته انجاز حلو، لانه انا بفترة البكالوريا كنت عم بدرس انجليزي الماني، كنت عم بعمل شغلات ثانوية بالنسبة لأي شاب بس هو بيعتبرها شغلة حلوة مثل شهادة سواقة، كنت اعمل تاندم سباتنا. استمريت فيها القصة أنا مدة طويلة، وبنفس الوقت طبعاً كنت الحمد لله عم أسس لشغل الخشب. بدك يلا نوقف عند شغل الخشب اللي فعلاً أثبت فيه إنك وسام يعني الذي نجح في عمله بكل جدارة. شغل الخشب ابتدى من قصة ما لها علاقة بالخشب. كيف ابتدى؟ تفضل. ابتدى انه انا والدي مهندس طاقه بديله، فالوالد كان دائما بيحاول انه يحمسنا للعلم ندرسه تعلمه، ولكن بطريقه مو مسك كتابك ودروس فهم ولا قصه تفهم، لا كان يبني لنا اياها بناء لهوايه، انه هي هوايتك، هي انت عم تتمتع فيها، انت عم تستمتع بكل لحظه انت عم تتعلم فيها. طيب كيف؟ فهو شافني وقت الوالد انه انا من صغري بحب ان يكون دائما معه موجود. يعني بلش التشجيع من الاهل. من الاهل تمام. اكبر هي نقطه مهمه جدا يعني. كان فعليا حرفيا كان من الوالد والوالده. ف اجى وقت حبيت اني اتعلم شيء برمجه. هيك يعني ما بعرف شو بوقتها كان ببالي، بس سبحان الله كانت نقطه لبدايه لباب جديد بحياتي. من هون فعلا انا توسعت الحمد لله. بلشت بماكينة صغيرة اللي هي اسمها CNC راوتر. ضليت تقريبا 3 شهور لقدرت اعمل اول ماكينة CNC، طبعا هي موجودة هون عندي بالمحل بالورشة. كان نموذج صغير حلو، ولكن بالنسبة لي كان شيء كتير عظيم اني يعني انا قدرت انجز ماكينة، انه برمج ماكينة CNC. لانه اللي بيعرف او اللي عم يسمعني هلا وبيعرف شو معنات كلمة CNC كماكينة، هي حيعرف قديش القصة مو سهلة. والحمد لله نجحت معي بعد 3 شهور تجارب او 4 شهور. برافو. نجحت معي. هي عبارة هيك مقاسها 25 سنتي كان بارتفاع تقريبا 30 سنتي، والحمد لله نجحت. ومن هون هي الماكينة هي ماكينة حفر، يعني هي ماكينة ليزر حفر، ممكن انت تطورها شو ما بدك حسب انت عقليتك. اساسيات قواعد تمام، مثل ماكينة الطابعة تماما. ولما نجحت بهاي بلشت شوي يعني امشي بهذا الموضوع. كان اول شيء رسم، كان تفكيري كله عن طريق بس الرسم، كنت بحب ارسم كثير. نجحت قصة الرسم. قال لي ابي اللي بتعرف هاي انت لو بتتوسع فيها شو ممكن تعمل؟ قلت له لا والله شو ممكن اعمل. قال لي انت لازم وقتها جاب لي فيديوهات، اشترى لي مكتبة على الانترنت انه اقدر اطلع على الشغلات الجديده يعني الشغلات دائما الجديده بالموضوع. فتفرجت وقتها انه ممكن واحد يحفر خشب، ممكن واحد يعمل كذا موضوع الى اخره. وبعدين عرفت اهميه هذا الشيء ماديا واهميته لليد العامله، انه قديش هذا الشيء انت معمل، انت مالك شخص عادي، انت معمل. والحمد لله هون بلشت انا باول تصاميمي كانت طبعا هم موجوده بالمحل. بعض التصاميم اللي انا حفرتها واشتغلت على تصاميمها الاساسيه وبعدين نفذتها ما شاء الله. اول انجاز كان بالنسبه لي، كنت يوم من الايام عامل 5 قطع خشب صغار تقريبا بهذا المقاس او اصغر بشوي، وكثير فاينز يعني كثير كثير ناعمين. انا كنت بالجامعه
كان عندنا وقتها محاضرة، فأنا حبيت إني أعطي الأنسة قطعة خشب. قام قال لي جيت والله وعطيتها للأنسة قطعة خشب، فكانت الأنسة إنه مندهشة إنه شو هاد، قامت لها هي قطعة خشب عن أنا عاملها بإيدي وكذا. كنت أنت الحافرة إيش صح؟ تماما عجبتها كتير، فجابت الدكتور الثاني إجا قلت له والله هي كمان لك واحدة عجبتها كتير. أنا عجبني الإحساس اللي هو الشعور بال إنه هنا عم يشوف شيء جديد، عم يقدروا هذا الكلام، عم يقدروا تعبي. تماما تماما يعني حتى وصلت، كانت انا بالنسبه لي ما لها قصه ماديه قد ما كانت لها قصه معنويه، انه والله شيء حلو اللي عملته. يعني الكلمه اللي كنت عم اسمعها كان دافع لي اكثر من المصاري، لانه يعني انا لما كنت عم ساوي هذا الشيء ما لي حاطط ببالي اي شيء له علاقه بالماديه. بس بنفس النهار كنت معزوم على أوشتلون اللي هي معرض رسم، عرض رسم من صبية صديقتي بالجامعة. حلو. كان بنفس اليوم، فأنا رحت لهونيك وبنفس النهار، كان سبحان الله أنا نسيان إنه في عندي خشب بقلب الشنتاي. أنا عندي شنتاية لابتوب صغيرة، فإجت لعندي صديقة ونزلنا والله على هذا المعرض وبلشنا نتفرر وكذا، وعجبني كثير الجو والأمور اللي عم تصير. فأنا نازل لتحت بفكرة شو رسم، لأنه أنا عندي اطلاع على الرسم. بنفس القعدة حبت تعرفني، طلعت إنه صديقتها هي المسؤول، هي صاحبة المعرض، يعني هي اللي بترسم. حلو. هاي الصديقة هي جاية من فرنسا. التقيت. تمام. نصها إسبانية ونصها فرنسية، وأنا صديقتي إسبانية. فعم تعرف علي وكذا، وعم تقلي إنه وسام كان بيرسم أحياناً، بيعمل تصاميم عربية وإلى آخره. بهذا الموضوع نحن قاعدين على مكان طاولات عالية، أم وعد شنتايتي ما تذكرت إنه فيها شيء، ففتحتها قلت لها تعي شوفي هي قطعة خشب. هاي النقطة اللي أنا بلشت فيها، لأنه هاي البنت بعد ما سافرت على رجعت على بلدها بعد بشهر تقريبا، أنا أعطيتها إياها كهدية على أساس تعلقها وتصور لي إياها. بهذاك الوقت بعثت لي وقت تسجيل صوت على الانستغرام بتقلي وسام كيفك لساتك عم تشتغل هدول القطع الخشب؟ عم قلت لها انا قطع، بعثت لي الصوره قلت لها ايه، عم قلت لها ايه طبعا لسه عندي عم اشتغل هذا الموضوع وعم بتطور بهذا المجال وكذا. عم قالت لي فيك تعمل لي كميه؟ عم قلت لها قديش؟ عم قالت لي بدي 250 قطعه من هي و250 قطعه من هي ومدري من كم قطعه من كذا. فكان بالنسبه لي كم حلو، يعني كبداية انت من الاساس ما لك مفكر فيه بتجارة. تمام. فكان عندي دافع كتير كتير حلو. هاي كان اول انجاز يعني كان لي حققته. تمام. وسامو كمان بدنا نحكي عن انجاز انت اثبتت فيه كمان وجودك في النمسا. انجاز اثبتت وجودي فيه في النمسا. بفترة ما بعد وصولنا للنمسا وبعد انهاء يعني طبعا دراسة، او ما فيني اقول انه انهاء، ولكن انهاء قسم اساسي كان بالنسبة لي واللي هو اللغة. تمام. انا والوالد طبعا الله هيك يديمه ويخلي لك احبابك الله يسلمك، حب انه يفتح مشروع صغير بمكان هلأ صار اسمه سوق السوريين بالحي 16 بفيينا، من كثر المحلات السورية فتحت. تمام. فكانت بهديك الفترة كان ما كان حدا فاتح شيء اسمه معجنات وكذا، فاجتمعنا بشباب والحمد لله باشرنا وكانت الأمور بخير. طبعا هون كان أول شيء الوالد هو اللي عم يشوف الأمور. لنهيت دراستي استلمت أنا الإدارة تبع المكان الحمد لله، وبلشنا وكان شيء كتير حلو. طبعا يعني كان الشباب معنا، الوالد، الأهل، كلياتنا، كان شيء جديد وشيء طيب عن جد. كان في معلمين كثير بالمصلحة، والحمد لله تم نجاح هذا المشروع لفترة. وبعدين لأنه هذا يعني حبيت نوع فينا نقول أو غير المجال الموضوع هذا، ففتحت شيء اسمه حاليا لا كافيين، لأنه أنا شخص كثير بحب القهوة، يعني عندي اطلاع كتير كبير على القهوة. وحبيت ذواق، ممكن نقول انه ذواق. فالحمد لله يعني حاولت اعمل شيء فعلا مميز، مو بس انه انا عم اقدم شيء جديد، لا، انه انا حبيت اول شيء بالسوق
ما في كشك فينا لأنه هو كيوسك يعني كشك اسمه. فحبيت أعمل ديكور ما في ولا كشك معمله ديكور ما في ولا كشك إنه فعلًا لما حدا يمرق من قدامه يوقفه مو المادة إنه بس لتجذبه لا المكان الانتباه المكان حرفيًا يجذبك. والحمد لله كان في ببالي تصميم ونفذته ونجح الحمد لله. بعدين فتحت بقلبه قهوة اللي هي إسبريسو نحن بنقول قهوة لأي قهوة بالإضافة لكريب وافل سموزيز وهيك شغلات بسيطة نوعت فيه هذا المكان تماما. وكان بالنسبة لي هذا المكان مو بس إنه أنا عم بيع منتج كان بالنسبة لي مثل فيك تقول معرض للناس تشوف مين وسام إنه شو شغلي. برافو عليك بالديكور. برافو عليك يعني حبيت أعمل شيء يعني يجمع يعني يجمع المكان اللي أنت فيه وديكورك وتنفيذك تماما تمام وكونسبت. برافو. فأنا الحمد لله وصلت لمرحلة إنه بهالفترة اللي أنا قلبت فيها هذا الموضوع وفتحت هذا المشروع الصغير في زباين كثير بتعرفني عن طريق الخشب عن طريق الديكورات عن طريق الستوريات اللي نزل على انستغرام وإلى آخره أو على مواقع التواصل الاجتماعي. فبلشت الناس تكتب لي أو تتصل. حلو. أنا مالي عاطي للناس خبر إنه أنا فتحت. في ناس طبعا بتعرف في ناس ما بتعرف مين إنه أنا هوني فيتصلوا إنه أنت موجود بالسوق. أنا أستغرب إنه مين معي يذكروني بحالهم. طبعا أنا زبايني 90% منهم أصدقاء صاروا ما شاء الله. فقال لهم إنه شو الشيء اللي شفنا خشبك يعني شفنا بيّن إنه في شيء عرفناك فورا في شيء من وسام. إيه فالحمد لله هذا الشيء بالنسبة لي إنجاز. أحسنت. مو بس مشروع إنه أنا عم جيب من وراء مصاري لا أنا بالنسبة لي كان إنجاز إنه الناس صار بالنسبة لي مثل لوجو. شلون شركة أبل شلون مايكروسوفت انت لما بتشوفها دغري بتتذكر انت مجرد لك طموحك يصير لك بصمة انه بمجرد ما يشوفوا اي شيء يعرفوا انه هذا وسام لك هيك أنا طموح. انا عندي هيك طموح بصراحة بس هذا الطموح انا ببني عن محبة وعن يعني فعلا عم بعطي تعب وحب فيه. انا عندي بعض الزباين اللي بتشعر بهذا الموضوع يعني لما بنزل انا نحن مثلا بصنع فنجان قهوه بنزله للزبون بيشربوا الزبون انا عم نزل فعليا كابوتشينو او ميلونج مثل اي كافيه بس لما طيب. يجي الزبون ويقول لك انه هذا طعمه غير ليش هو انا احتمال تكون مجامله بس لما بتسمعها من كذا حدا فهون صحيح. انت عن جد انت عم تعمل شيء انت بتحبه احسنت فبيختلف هذا الموضوع صدقت يبقى الواحد بيتقن عمله بمحبة غير إذا بس أقضي شغلتي وأمشي تماماً. والحمد لله أنه أنا ما فيني أقول لك أنه ما أهمل دراستي أهملته ولكن ما تخليت عنه كان بالنسبة لي شيء كثير أساسي بحياتي وهي الأمور كلها اللي أنا لحد الآن ذكرتها طبعاً بدون الوالد والوالدة وتشجيع الأهل بشكل عام ما كنت أقدر أني أستمر لأنه أنت تعرف صحيح. يعني تستلم كذا مشروع زائد دراسة لحالها مشروع صحيح قديش هو أمر متعب. ايه والله والحمد لله بلشنا وطلعت على المشروع الثاني اللي هو فلورا رح نحكي عليه بعد الفاصل تمام. نقضي شرب قهوة خلصت البوابة اوكي. وسامو بدك قبل ما نطلع فاصل طبعا انت قلت انه بدك انه تحكي عن المشروع الجديد اللي فتحتوه اللي هو فلورا كافيه. تماما فلورا كافيه فتحناه بال 2019 قبل اول لوك داون بكم شهر فتحنا قبل الكورونا قبل الكورونا بكم شهر فتحنا وتم الحمد لله طبعا هون اشتغلت شغل حاولت اتميز فيه عن باقي مجتمعنا اللي تقول بفيينا لانه اكيد في ناس برا فيينا احتمال تكون عاملين اكثر من هيك او حسب اطلاعي. حاولت اعمل جو او اجواء عائليه اكثر من الاجواء الشبابيه لحالها. طبعا انا بحترم كل الاجواء ولكن في امور او في اجواء ناقصه تميز فيها مو بس هيك هي ناقصه يعني ما لها موجوده بفيينا مثل الاجواء العائليه. والحمد لله بدرت بهذا الموضوع بلشت فيه اشتغلت عليه
عجب الناس، كانوا كتير مبسوطين الحمد لله. اشتغلت على شيء اسمه طبعا انه نعمل فترة صباحية للقراءة للدراسة لكذا، مع التعاون مع مكتبة اسمها كلوب بوك يمكن، المكتبة النادي الكتاب لصديق لألي، والحمد لله كمان نجحت لمدة معينة. بس فيك تقول سيزون موضوع كان عند الطلبة انه بفترة الدراسة تشتغل، ومشي هذا الامر الحمد لله. وبعدين حاولت اشتغل على شيء اللي هي مثل امسيات موسيقية، امسيات ادبية، امسيات مثلا معارض رسم. بلشنا نشتغل كصالة انه تجي الناس تعجب كتير بالديكور. طبعا انا ما باخذ هلا المكان اللي فيه نحن هو كله تصميمك، فيك تقول لحد ما كله تصميمي، كله هذا الطاولات، اي شيء خشب هو شغل ايدي. يعني احنا انا مساوي مزبطه وشغله على ايدي، من الطاولات للخشبيات لللوحات كله انا الحمد لله ماشي فيه يعني شغل. ف وصلت الناس الحمد لله انك لما تجي تشوف هذا الشغل تنبهر فيه، يحبوا هذا الموضوع ويعطوني اكثر من الاندفاع من الحماس. لا اقدر انا بتاخذ انرجي، انا باخذ انرجي منهم بشكل كثير كبير كان. برافو. الحمد لله اي حدا بيفوت لعندي على المحل بيقبديني، يعني بيعطيني رايه باي صغير وباي كبيره، فهذا الشيء كثير كنت حابه انا بهالموضوع. احسنت. ايه والحمد لله بلشت فيه. لولا اللوك داون طبعا وقفنا كذا مره، ما قدرنا نستمر دائما. بس في ان نقول انه don't give up، ما حنوقف ان شاء الله. طب وسامو، اسباب التنوع انت يعني هلا بلشت اول شيء ك نقول طالب بالجامعه، درست شباب ساعدت شباب، ساعدتهم نقول بتعلم اللغه العربيه مثلا، بعدين انتقلت لمرحله انه اشتغلت بمشروع انه اداره مشروع المعجنات. بعدين يعني الافكار هي اللي عم تجيك هيك، شو سرها يعني؟ ليش عم تبادر هالشيء؟ ما عم تبادر بشيء تاني مثلا انك تفتح مدرسة، تفتح شغل بشغلك رسمي انت كخشب او كذا؟ ليش هذا المجال؟ ليش المجال انت عم تاخده؟ ليش عم تتسلك هذا الاتجاه؟ هلا الجاسترونومي انا بالنسبة لي انا فيك تقول انه وعيد. طبعا انا عقليتي كانت غير هيك كليا، ولكن الظرفية اللي انا كنت موجود فيها واول مشروع احنا بالنمسا، والدي مهندس طاقة بديلة، ما قدر يتوظف او يشتغل بالشيء اللي هو درس له مبدع بفيه. اضطرينا نفتح شيء، ما يعني هذا اللي اضطرينا نفتحه. اول شيء هو مطعم صغير او مثل ما قلنا شيء له علاقة بالاكل، اللي هو اي حدا ممكن يشتغل فيه اذا كانت ادارة ناجحة مع معلم ظابط شيف طباخ كويس تماما تنجح. ما قدرنا نفتح شيء له علاقة بالطاقة وإلى آخره. من هون بدأ يعني من هون بلشت القصة. وبلشت أنا بصراحة كرهت شيء اسمه مطاعم أكل، ما كتير رغبت الجو أبدا. ولكن القهوة كانت بالنسبة لي يعني أنا حبيت الكافيه، حبيت البن، حبيت المواضيع، ومنها حبيت أتطور. لهيك أنا فتحت فلورا، وكان بالأساس كانت فلورا، بعدين كانت معنا المعجنات اللي هي الفطاير، بعدين قلبت المعجنات لقهوة لا كافيين. عرفت النقلة كيف كانت؟ تماماً. بداية فطاير فلورا، بعدين من فلورا رجعت قلت لا، اللي بقى المجال اللي أنا أبدعت فيه، اللي أحسنت. أنا صارت الزباين تجي لعندي. طبعا هذا الشيء أنا كتير بفتخر فيه، إنه أنا لما بيجي لعندي زبون وبيجوا الجارسون او الجارسونة بيروحوا عند الزبون بيقولوا له انه شو حاب تشرب، بيقولوا على ذوق وسام. هذا شيء كتير حلو يعني. احسنت انه خلص عرفوا وسام ما بيقدم غير شيء الطيب والجميل يعني ومزوي. هذا شيء والحمد لله هذا شيء كتير كتير انا بعتز فيه. برافو عليك. لانه لما بيقدرك الزبون انه وسام حيقدم لي شيء اكيد شيء ظريف شيء تمام، هذا شيء كتير حلو. هو آمن فيك. تمام. هو آمن فيك. تمام تمام. والحمد لله لهون. يعني السؤال كان بالنسبة لك انه انا ليش اخترت هدول المجالات. المجال هذا انا لما اخترنا كان بالنسبة لي مثل معرض، بحط فيه يلي بدي، الناس جاية
اوريدي جاي لعندي. اما انا اذا فتحت تيشلا او اذا فتحت مثلا شيء له علاقه بالانتيرير ديزاينر اللي عنده انتريست رح يجوا الناس تمام بس اللي عنده هذا الشيء. اما انا فتحت باب منه ابواب تماما. انا لما بكتبي شيء موسيقى شيء خشب شيء ديكور يعني انا فتحت شيء شي قهوه. مع العلم انا عندي هالنقطه جدا مهمه انه انا مع اي تشجيع للشباب. برافو. ان كانوا صبايا ولا شباب بشكل عام كان عندي الرغبه دائما الحمد لله بهذا الموضوع انه انا اقدر اشجع اي حدا. يعني انا لما فتحت الكافيه مو بس كانت القصه انه انا حطيت بيانو هون انه لا لدعايه او لاعمل حفله او شيء ابدا. لا كانت الموضوع بالنسبه لي اي حدا عنده الموهبه وما عنده الامكانيه انه يكون عنده بيانو وما بيعرف وين ممكن يكون في بيانو ليتدرب ويتعلم هذا المكان موجود لك. فتحت مجال هذا الشيء تماما. فتحت مجالات مثلا للناس الموهوبه للناس مثلا اللي بتقرا او بتكتب شعر او من الناس اللي عندها روايات اللي هي كاتبه او كذا انه تجي جبنا مايكات منصه تماما عملنا منصه لهذا الموضوع. حاولت اشتغل عليها لانه شغله جديده. برافو. وشغله ابدا انت في عندك دائما لشخص لاي شخص انت عندك حاجز بينه وبين الناس تماما مثل الحاجز اللي هلا انا قاعد فيه متلبك معك. فالموضوع هو انه انا حاولت اكسر هذا الحاجز ان كان صبيه ان كان شاب ان كان اي حدا عنده موهبه لانه فعلا الشباب هون عنده مواهب كثير. في من المخبايه في من اللي الله اكرمه بس ما عنده فرصه ما اخذ فرصه ما اخذوا فرص. وانا من هون يعني كمان عن طريق حضرتك ممكن اقول لك انه اي حدا من الشباب ممكن انه انا ساعد بها باي لاي شاب وجه رساله من مكاننا هون من فلورا فيني لكم انه اي شاب اي صبية حابة او عندهم مثلا يعني اي موهبة اي شيء بيحتاجوا يبرزوا ويورجوا للعالم لنقدر نساعدكم ان شاء الله. وسام موجود وكافيه فلورا موجود. رح بدنا نتعرف عن بعض الشغلات اللي انت عملتها ونرجع نكمل حديثنا. على عيني. وسامو كنا عم نحكي عن الصناعات اللي نقول او الاختراعات البسيطه اللي اشتغلت عليها من قديم. المشاريع هاي ممكن تعطيني اياها تشرح لي عنها شوي. امور انا نفذتها بالواقع يعني هي شغلات موجوده اساسيا. ماكينه سي ان سي اسمها هي اسمها سي ان سي ماشين. لها علاقه هي انه فيك تقول طابعه 3D ولكن على كذا امر مثل خشب حديد بلاستيك اي شيء ممكن. كان هذا اول نموذج لي برمجته ونفذته. الامر الثاني هون هذا اختراع للوالد من سنه تقريبا من التسعينات بس هو كان عامله على طريقه ثانيه وانا رجعت نفذته بدون مساعدة بدون كذا طورته شوي تماما. هو لوح شمسي بوقتنا الحاضر في عنا لوحات شمسية بتتمركز بأماكن معينة طبعا بحسابات معينة لتستقبل مدة معينة من الطاقة لتختزن تماما. فهون شوي مختلف نحن عنا شمس أكتر من الوقت المعتاد فهي الماكينة هي بتلحق الطاقة بتلحق الشمس أو بتلحق بتفتل معها بتفتل هاي تمام. هي وين بتروح طبعا الشمس بتلحقها طبعا على في معها حساسات. هلا هي للأسف معطلة يعني ما فيني كنت فرجيتكم بعض الأمثلة تماما. حلو. هي الطاقة الشمسية أنا أعتبرها تمام. هي كانت للطاقة الشمسية أو لاختزال طاقة أكبر من المعتاد من الطاقة الشمس تماما. والشيء الثالث بدك كمان هون هو هيك شغلة سريعة كتير هو انه انا طبقت شيء كان من زمان طبعا هذا الحكي كويس كان بالنسبة لي شغلة ظريفة سيارة العجيبة سيارة هلا هي تقريبا تمشي تقريبا 100 كيلومتر بالساعة تقريبا السرعة القوية وهي كانت القصة انه نحن نقدر نربط الديركسيون تبع الكمبيوتر مع بعض الحساسات طبعا عليها للسيارة. هلا مو موجودين هن الحساسات تحسب البعد اذا درجات الحرارة تبع الانسان الموجودة فيها
تقدر تحسب قديش مدة الاصطدام بينه وبين الطرف الثاني؟ لنفترض تقراها طبعا، مو تقرا المسافة، يعني لنفترض في مترين، ثلاثة، أربعة، عرفت كيف؟ كاميرا كانت في عليها 360 تفتح الفتلة كاملة مع بتسمع بتحكي وبتشوف. في بعض الأمور كمان، ولكن هذا الشغل كله تشجيع من الوالد؟ ايه طبعا. وبعدين انت اصريت انك تعمل شيء؟ الحمد لله. والله هيك يعني بلشت تنسى لازم؟ لا اكيد، انا لو بنساهم ما كانوا هون، انا معياهم دائما. هدول القصص، هدول شغلات صغيره مرقوا بحياتي، ولكن كانوا اساس. انا لولا هاي الماكينه لنفترض ما كنت اليوم عملت خشب وعملت لوحات وعملت محلات، يعني الحمد لله. هو ديكور هالقصص كلياتها، ولكن هذا كان بدايه. هذا نجاح بحد ذاته. الحمد لله. انت قصة نجاح نفتخر فيها يا وسام. الله يسلمك. الله يكرمك. تفضل. شو هي الرسالة اللي بتقدمها للشباب اللي عم يشوفونا الآن؟ يعني تكون هيك صائبة. صائبة. احكي هيك شغله بسيطه صغيره، اللي هي انه نحن ببلد الحظ بيلعب دور كتير كبير، والمواقف احيانا المواقف نفسها بتمرق معي ومعك ومعها بنفس الوقت، ممكن تنجح معي ممكن ما تنجح معك، ممكن ننجح مع غيري بطريقه كتير كبيره. يعني جرب، مو بس جرب، اوعك توقف عن شيء. اهم شيء لاي شاب ولاي بنت انه يحطوا اهداف بحياتهم، هذا اهم شيء. حياة بدون هدف ولا شيء. ولا شيء. يوم عم بيعدي عم بيعدي، وبعدين إذا ما كان في هدف. إذا ما كان في هدف لازم يكون في أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى. هاي من تجربتي الشخصية طبعًا، يلي بيحب ممكن إنه يأخذ هذا الكلام، هاي تجربة أخوكم. الكلمة اللي أنا بدي أقولها إنه عن جد لا حدا يوقف. الصدمات اللي نحن منعيشها هي مو صدمات لتوقفك، هي صدمات لتحفزك. هي لأنه الفشل مو معناها، إذا أنا الغلط ما بيبني فشل، الفشل بيبنى لما أنت توقف. أحسنت. خلص. أحسن. هون الواحد بيكون عن جد وقتها فرط. تمام. الكلمة الثانية، أنا حاب طبعا أتشكر أهلي، يعني شكر خاص للوالد والوالدة ولأصدقائي ولأي حدا، حتى زبايني اللي كنت بايام فعلا تعبان. انا الكل كل كل حدا بيعرفني بيعرف انه انا زلمه دائما بالشغل. ان كانوا دعموني بكلمه او بموقف او بظرفيه معينه، فانا بتشكر اي حدا، حتى لكل شخص اشتغل معي، لانه اكيد ان كانت تجربه سيئه او ان كانت تجربه ظريفه منيحه، اكتسبت دائما خبرات جديده الحمد لله. والاهل طبعا له الفضل الاكبر. أحسن. تشرفنا فيك وسام. وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. أكيد إن شاء الله رح نعمل كمان لقاء تاني إن شاء الله، نشوف فيه تطورات وسام الحلو إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أصدقائي، وهيك بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا. مثل ما قال وسام، المثابرة والاجتهاد لازم يكون أساس في حياتكم القادمة. سلام عليكم.